My name is Dr. AAAPWC Hayas. I'm a professor in mechanical engineering department and I took my PhD from San Francisco Bay. Doctor. Hayas San Francisco Bay. When I speak, you don't interrupt me, okay? This is a class. This is not Tahrir Square. And please, you sleeping while talking. I really need psycho, you know? I have here a card in my pocket written on it, KGT teacher, AAAPWC. So if you want to take my KGT card, feel free to speak at any time. Okay, let's move on to the grading policy. بما ان الكلاس ما فيهوش ولا بنت يبقى ما فيش ولا A. A minus is above 96%, below 96% is an F. الوركلود مش كتير خالص. عندنا assignment كل class وميدترم على كل assignment وبروجكت على كل ميدترم والفاينل هيكون comprehensive في كل الحاجات اللي خدوها في اخر 3 سنين. طب الكورسات الثانية يا دكتور؟ ايه؟ الكورسات الثانية. انا بدي الكورسات الثانية؟ لا. انا ذنبي ان انت خدت الكورسات الثانية؟ لا برضه. خلاص يبقى when I speak you don't interrupt me, okay؟ وبما انكم باشمهندسين فانا مش عايزكم تحفظوا خالص. I will only ask you to learn it. بس لازم تحفظوا كل الاكزامبلز اللي في السلايد، لازم تحفظوا كل الاجابات كلها الاكزامبل عشان تحفظوا. اوكي؟ انت لسه فاكر تيجي؟ بس يا دكتور اصلهم كانوا قافلين الباب بره. وما نطيتش السور ليه؟ انا نطيت السور. خلاص يا دكتور مش محتاجين ننط السور. طارق بتاع النقابة ضرب الورد اللي كان قافل الباب وفتح القفل بالماستر كي. اوكي خد السيلفس بقى ومالكش حمام مش هتاخد الدندنس النهارده وعملنا اول كويز ومش هتعمل اول اسايمنت. يا دكتور كل ده احنا لسه في اول يوم. واول يوم زي اخر يوم مش فارقه. رايح فين؟ رايح اضرب الكورس اهو. راجل اعملها. عايشين الكورس يعني الكورس. اوكي ليتس موف اون بليز. وغيرنا كراسي المكتبه ب 100 مليون جنيه. يا الله 100 مليار حق الكراسي في المكتبه. صراحه ريش عام هي خير. يا سمو الامير في كراسي دمياطي نمبر 1. بطل هلاس بطل هلاس. انا والله انزخلت مره على المكتبه حقتكم، كنت عايز اقعد والله لقيت كراسي قديمه سوداء مع مريض. جيت اقعد مع ناس تريح الجنب اليمين من الجنب الشمال. يا باشا في حاجات اهم من كده في الدين. ايش يا الدكاتره؟ لا طال عمرك القطط. القطاوي انا احب القطاوي. كم تصرفون عليهم في السنه؟ شاكي براكب كده 15 مليون. يا قاسي القلب يا حيوان 15 مليون القطط؟ ده طابور اللي عايزين يتوه سوق في الريتنج لسه عشان يخشوا، لسه في طابور تاني قدام. اللهم صل على النبي. وبعدين في اماكن لازم نشيلها لي فريشمان وانت مش هسيبها. ايه؟ انت جيت متاخر، حد هيجي متاخر؟ الو؟ الو؟ ايوه؟ ازيك عامل ايه؟ ازيك يا جماعه عامل ايه؟ الحمد لله انا مهما انتش عامل ايه؟ ازيك يا جماعه ايه الاخبار؟ ازاي الاولاد؟ تمام سلموا عليك. وجوزك؟ تمام الحمد لله. بقول لك ايه عايزك في خدمه. موجود.
انا معايا هنا دكتور ابن دكتور بنت دكتور السويدي. تمام. قصدي الكويتي. كانت عايزه تدخل مات 132 عشان بقى لها سنه مش عارفه تباكله. بس السكشن كلوز ممكن تدخله لها؟ يا سلام. الاي دي بتاعها كام؟ 900. ايوه 1515. خلاص دخل يا حبيبي. شكرا يا حبيبي. شكرا. على ايه؟ باي. سلام. طيب ممكن ادخل فيها 26 عشان ادخلر؟ هو في سكشن كان مفتوح من الساعه. ايوه هو الكلام بس دخل. طب تتحرق هندسه على اللي عايز يدخل هندسه. بص حضرتك ميوزك 199 عشان ادخلر ميوزك ده تروح تاخد فيه اذن الدكتور. ليه؟ سكشن فيه 30 واحد مش داخل غير 9، اخد اذن الدكتور ليه؟ الدكتور مش عايز يديك غير 9، لو وافق انا هدخلك، انا مش بيجي اي حاجه. طب اعمل ايه طب؟ تعالى اقول لك حاجه. هديك على حاجة حلوة جدا، خد اكتب اسمك في الروتين. ايه ده؟ الروتين ديسك اوعدك اول ما الكورس يبدا ده. ده وعد مني يعني. معاك قلم؟ لا. حاجة معاك قلم؟ شيلان؟ ليه ليه ليه؟ حطه. سلام. احنا كاو اس دي من دورنا المعهود ان احنا بنعمل اكسبوجر للستودنت ليدرز. حلو تعمل اكسبوجر للستودنت ليدرز ب 400,000 جنيه يا راجل مفتري، واحنا صوتنا مربوح على الجدار عشان المصاريف. انت شكلك زعلان عشان ما عرفتش تطلع معاه احنا طبعا. اطلع معاه ولا ما اطلعش معاه؟ الفلوس اللي جايه لك دي جايه لك منين؟ طلعك المره الجايه. فلوسك جايه لك منين؟ اكتب اسمك وطلعك المره الجايه. يا عم فلوسك جايه لك منين؟ هتطلع. يا عم انا عايز اعرف فلوس جايه منين؟ انا مش عايز اطلع. يا طارق انت زعلان ليه يا طارق؟ انت هتستفيد ايه لما جاي لنا يا عم؟ جت من اللي بيجيب الفلوس. يعني الفلوس ايه؟ اللي بيجيب الفلوس اجيبها منين؟ ما بتيجي مننا احنا، هي جايه من الهلال الاحمر. يا طارق انا فهمت، السنة طارق ما غرقنا فلوس. ما غرقنا. طب ما تزعلش بقى من الهلال. ما تزعلش. تزعلش. يا طارق. يا طارق. يا طارق. طارق. اطلع بره ما تجيليش هنا تاني وشوفش حد من جامعتك. وبكده طالبنا المجتهد لا توظف ولا سافر امريكا ولا خد الجنسيه ولا اتعلم احسن تعليم فيك يا بلد ولا حتى شاف دكتور امريكاني. وهو قاعد على القهوه بيلعب استنيشن وما نابه غير انه حضر حفله عمرو دياب وبقى شاب اي يو سيز بجزمه كروكس.